أهلا بكم من جديد. ننتقل إلى فلسطين ونتائج الحملة التي قام بها ناشطون لمدة ساعتين على تويتر ضد فيسبوك، وفي هاشتاج الحملة FB Censors Palestine أكثر من 40,000 تغريدة تندد بالاتفاق الإسرائيلي وشركة فيسبوك. وبالتزامن مع هذه الحملة أعلنت وزارة الإعلام الفلسطينية متابعتها ما تنفذه إدارة فيسبوك منذ فترة، ووصفت الوزارة الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وفيسبوك بمحاولة إسكات الصوت الفلسطيني الحر واتهامه بما يسمى التحريض. ودعت الوزارة فيسبوك إلى عدم غض البصر عن تصرفات المتطرفين في إسرائيل. ومن رام الله تنضم إلينا مسؤولة العلاقات العامة والمكتب الصحفي في وزارة الإعلام الفلسطيني نداء يونس. بنرحب فيك معنا يا نداء. هل بتشوفي هذه الحملة وغيرها من الحملات المشابهة مؤثرة؟ يعني هذه الحملات هي عبارة عن خطوة رمزية في الحقيقة تهدف إلى إيصال صوت الفلسطيني الذي يتم هناك عملية تضليل من أجل كتمه، من أجل منعه من الوصول إلى العالم. طيب بس يعني يا نداء، أنت بتقولي أنه الحملات هذه مؤثرة، بس في نفس الوقت شفنا أنه إسرائيل اجتمعت مع فيسبوك وعلى مستوى وزاري عالي، وراحت وزيرة العدل وعدد من يعني الأعضاء الآخرين في الوزارة، وأخذوا من فيسبوك وعود وقرارات. ليش الحكومة الفلسطينية ما تقوم بشيء مشابه؟ في الحقيقة نحن نعتمد على يعني حراكين، الحراك السياسي الرسمي والذي تقوم به جهات محددة في الحكومة الفلسطينية من أجل إيصال الصوت الفلسطيني أولا، وأيضا من الحراك الشبابي والحراك الاجتماعي، لأن هناك الكثير من المناصرين للقضية الفلسطينية. جميل، بس إيش عملت الحكومة؟ من خلال فيسبوك إلى العالم. الحراك الحكومي إيش كان صيغته؟ الحكومة الفلسطينية تتابع من خلال قنوات دبلوماسية ومن خلال قنوات إدارية مع إدارة الفيسبوك ومع جهات أخرى حول العالم قضية الحفاظ على حرية الرأي والتعبير. في الحقيقة أن الصوت الفلسطيني وصل عاليا من خلال قنوات التواصل الاجتماعي تحديدا فيسبوك، وأحدث صدى كبيرا ما حاولت يعني جهات إسرائيلية مثل جلعاد أردن وزير الأمن الداخلي وإليت شاكيد ضمن وفد رسمي تعطيله. يعني تواصلت مباشرة مع فيسبوك؟ نحن نعمل على التواصل بشكل مباشر مع إدارة الفيسبوك، ونحن نعتمد أيضا على الصدى الذي حققته الخطوة الرمزية أو الحملة الرمزية أيضا التي يعني خلال ساعتين أمس كانت قد حققت 230 مليون يعني متابع ومشترك، وأيضا حققت 48 مليون هيت من خلال مواقع أخرى مثل تويتر، حققت 40,000 تغريدة، وكان الهاشتاج FB Censorship Facebook على المرتبة الخامسة دوليا في الهاشتاج. طيب إذن يعني إذن الحراك الشعبي يعني نشط جدا، لكن حتى الآن أنتوا لسه نعم. بتحاولوا التواصل مع فيسبوك، ما اجتمعتوا معهم لسه؟ نحن نعتمد على إحصائيات، لا لم نجتمع معهم بشكل مباشر حتى الآن، ولكننا قمنا بإرسال يعني رسائل رسمية ونعتمد على نتائج مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه النتائج أيضا ستأخذها فيسبوك بعين الاعتبار حين تقييم نداء. داهمني الوقت، فأنا مضطرة أني أشكرك وعلى وجودك معنا وعلى توضيح هذه النقاط. كانت معنا من رام الله مسؤولة العلاقات العامة والمكتب الصحفي في وزارة الإعلام الفلسطيني نداء يونس. شكرا لك نداء.